نور راوية. كيفك؟ الحمد لله. زمان؟ لا مش زمان، دايما بقلبي. تسلم. أهلا وسهلا فيك الكاتبة فضيلة الفاروق، بتنورينا دائما. أحد الكتب اللي رح نحكي عنه هو غابة السعادة، ولكن في البداية رح نتحدث عن بأي كتاب بتحبي، عن حلم مغامرات بينوكيو. حلم بينوكيو. حلم بينوكيو. هذا الكتاب الذي يعتبر الأشهر بعالم كتب الأطفال، والأكثر يعني أكثر كتاب تم إصداره وترجمته بأكثر من 280 لغة. هي القصة، أول قصة لمحاربة الكذب. فالواحد يخاف يكبر. بيقولوا له دغري مثل بينوكيو. مظبوط. يعني احنا أنا الآن يعني حذرة جدا. فشوفي بينوكيو، هذه الطبعة هذه. نعم. حلم بينوكيو لآن ليسن. نعم. الكتاب صادر عن دار ثقافة للنشر والتوزيع. طبعا مش هذه القصة الأصلية. صحيح. أصبح الكتاب عبر العالم يكتبون أشياء مشابهة أو مستقات أو مختصر. نعم. أو يعني يغيرون أشياء طفيفة، لأنه عمر القصة من 1883، يعني عمرها طويل جدا، وأصبحت من التراث. نعم. اصلا المؤلف الاصلي هو كارلو كولودي. نعم، كارلو كولودي. كولودي اللي هو اصلا صحافي مثل ما عرفت. صحيح. واصلا صحافي. صحيح. قبل ان يكون كاتبا. شوفي عتاقة هذا المهنه. كان صحافي، ولما بدا يكتب هذا المسلسل لم يكن يعرف انه يكتب قصه ستعيش الى الابد بعدها. نعم. وهذا القصة من المعلومات اللي جمعتها، يعني تم اعتمادها في أكثر من 240 لغة على مستوى العالم. من ضمن العربية. وكتبت ب 25 لهجة من لهجات إيطاليا. وعقدت مؤتمرات أدبية ولقاءات تلفزيونية ومسلسلات وأفلام ومسرحيات. صحيح، مسرحيات. كله البطل هو بينوكيو. تعرفي فضيلة، يمكن الذي يميز بينوكيو أو حلم بينوكيو أنه الصور اللي موجودة بكثرة. صحيح. يعني هي تعتبر أشهر قصة تعرض صورا كثيرة. صحيح. للمغامرات. صحيح. الأسلوب الشيق بسرد أحداث ما يحصل مع بينوكيو. وشوفي هنا يعني الكاتبة هي رسامة. أعادت هي رسمت الأشياء كما تتصورها، كما تراها، كما تراها. نعم. يعني تقلبي في الانترنت اليوم تجدين بينوكيو على صور مختلفة. حتى تلقاي بينوكيو ياباني، بينوكيو أسود اللون. نعم. مختلف بينوكيو، ولكن محتوى القصة هو نفسه. يعني روح القصة هي هي ذاتها. شوفي المختصر متاع القصة جاي هنا في الأخير. في قديم الزمان عاش نجار فقير يدعى جبتو بمفرده في غرفة صغيرة وضيقة. وذات يوم بعد أن ازداد شعوره بالوحدة قرر صنع دمية خشبية لتؤنس وحشته. نعم. شوفي حضور الدمية مع الشخص. وطبعا أنت تعرفي يعني الولاد نجيب لهم دبدوب أو دمية يعني صغيرة، ربما دمية صغيرة ترافقهم خلال النوم أو بالسفر. أحيانا كان أطفال يسافروا مع هذا الدبدوب، ونحن نتعامل مع هذه الدمية كأنها فرد من. صحيح. العائلة. صحيح. وتتم مراعاتها بكثير من وهذه عندها أبعاد. إنه أهمية الرفيق، أهمية الصداقة، أهمية وجود الآخر معنا لكي نعيش حياة جميلة، لكي يؤنس الوحدة مثل ما. صح. ذكرتي. النجار تفاجأ حين أدرك، يعني انكب على عمله بكل اهتمام ومحبة، وبفضل صدق عاطفته صارت الدمية مميزة. وتفاجأ حين أدرك أنها تستطيع التحرك وتستطيع التكلم، فأطلق عليها اسم بينوكيو. بينوكيو. أغدق جبته على بينوكيو عطفه وحنانه، واعتبره ابنا له، وحاول تلبية كل حاجاته رغم فقره الشديد. وذات يوم فيما كان بينوكيو متوجها إلى المدرسة، خدعه قط وثعلب وتعرض للمشاكل، غير أن ساحرة طيبة القلب أنقذته ووعدها بالعودة إلى أبيه الذي كان قلقا عليه، وبعدم الكذب كي لا يطول أنفه
إلا أنه نكث بوعده فعانى من جراء ذلك وندم كثيرا إلى أن انتهى به المطاف أخيرا مع أبيه في بطن حوت كبير. جميل جدا فضيلة، يعني وأنت عم تقري عم بستذكر طفولتي لما كنا نقرأ هذه القصص أو حتى لما كنا نشوفها كرسوم متحركة. صحيح. كمسلسلات رسوم متحركة. قدي نحن أصبحنا بعالم الآن أو بأيام الطفل عم بيعيش على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المعدات الإلكترونية، قديه هيدا الشيء عم بيأثر على ثقافته والأهم على بناء شخصيته وعلى البراءة اللي كانت الكتب تطبعها بذاتنا. صحيح. أول شيء هو يجد المعلومة جاهزة. ثانيا قد تكون هذه المعلومة مغلوطة. يعني شوفي بكبسة زر مش مثل الكتاب، فيه جهد. بعدين هذا الأجهزة تعلمك الصمت. صح. أصبح الأطفال أقل تحاورا، أقل كلاما، أقل كلاما، أقل تعبيرا ربما، تخاطب مع يعني في الآخر في هذه الدنيا، تواصل مع الآخر أصبحوا أقل. هي تسمى مواقع تواصل اجتماعي لكنها تقلل من تواصلنا الاجتماعي. صحيح. الحقيقة صحيح. خلينا ننتقل لغابة السعادة، الكتاب الذي استهوى توني لأنه كوري لأنه غابي، هو بحب الغابات، بحب الخضر. شوفي أنا ما فهمتش لماذا يعني جزء بالحرف هذا الكوري أو الصيني أو لا أدري، والجزء الثاني القصة مكتوبة باللغة العربية. هي ليانغ هونغ يينغ، شوفي لفظ الاسم. حاولت أن أجد معلومات عن الكاتبة ولكنني لم أجد شيئا، وأنا أيضا. غابة السعادة قصة مترجمة وصدرت عن طريق الدار العربية للعلوم ناشرون. نعم. ببيروت طبعا. فيها ثمان، هي ليست قصة واحدة، هي ثمان قصص تصب في موضوع واحد. نعم. وهو البحث عن السعادة. نعم. هل سنجد السعادة أم لا؟ هل هي موجودة أم لا؟ في نهاية المطاف يعني بعد قراءة كل هذا القصص نكتشف أن السعادة موجودة، ولكن بقدر العطاء، بقدر التسامح، بقدر الصدق في تعاملنا مع الآخر، بقدر نظرتنا الصحيحة وتقييمنا الصادق للآخر. يعني في الكثير من الإيجابية بهذا والعبر جداً ربما جداً بهذا الكتاب. إذا بدك فينا نسمع أو نقرأ القليل منه. شوفي حبيت أن أول شيء نحكي عن الرسوم. كم فينا. هي جميلة هذه الألوان، فيها الكثير من الحياة والألوان. والقصص كلها تربي مش بس الصغير ولكن تربي الكبير أيضا. وأحيانا نحن الذين نتجاوز، يعني الطفل يكون قنوع أكثر من الكبير. عجبتني قصة مثلا الثعالب الثلاث. عائلة الثعالب المؤلفة من ثلاثة أفراد اجتمعوا على مائدة الفطور وراحت تأكل اللحم والعنب، وكان الثعلب الأب قد سرق اللحم من أنثى غراب، فقبل بضعة أيام رآها واقفة على غصن الشجرة وهي تحمل قطعة لحم بمنقارها، فحثها على الغناء بعد أن مدح صوتها. وحين شعرت أنثى الغراب بالإطراء فتحت منقارها لتغني فسقطت قطعة اللحم على الأرض. جميل. تخرج ثعالب الثلاث في رحلة فتجد بيتا جميلا، هو بيت القرد. فتدخل البيت وتندهش هذه الثعالب الأم والأب والصغير بجمال البيت فيستحوذون على البيت. يأتي القرد ليدخل إلى بيته فيطردونه. عند العشاء حضرت الثعلبة حساء من نوع من الفطر، فتدخل القرد من بعيد فقال لها هذا الفطر سام، فلم تصدق لأنه فكروا أنه لا، القرد قام بهذه الخدعة لكي يسترجع الفطر الفطر والأكل بطريقة ما لكي يعود إلى بيته. بعد العشاء تسمموا الثلاثة. فأصبحوا في حالة يرثى لها، فجاء القرد مرة أخرى وأحضر معه الدواء. فضيلة، إلى أي مدى من خلال سردك للقصة المصطلحات بكتب الأطفال يجب أن تكون سلسة؟ يعني نحن أصلا لغتنا العربية أصبحت تعاني من أزمة بسبب عدم استهلاكها واستخدامها بحياتنا. أصبحت خليط أيضا، أصبحت خليط بين الفرنسية والعربية أو الإنجليزية. فإلى أي مدى سهولة وسلاسة الكلام تساعد الطفل على
يعني بناء لغة عربية سليمة؟ أول شيء هذا شغل المترجم، لأنه إذا كان المترجم، يعني شوفي الترجمة هي لزينة إدريس من لبنان، لأنه النص مأخوذ، يعني مأخوذ عن الكوري إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية يعني نقل. أكيد هناك تغيرات في طريقة اختيار التعابير، ولكن أقرب شيء إلى الطفل وأقرب شيء إلى أنفسنا أيضا هي هذه اللغة البسيطة. اللغة التي نستطيع أن نفهمها دون اللجوء إلى القاموس، أو دون اللجوء مثلا إلى شخص آخر لكي يشرح لنا. كل ما ورد في هذه القصص كان بسيط. جميل جدا. قصة البجعتين أو البطتين اللتين أنقذتا العصفور الصغير من العاصفة، قصة الخنزيرة السوداء التي رفضها الجميع لأنها سوداء، يعني هناك قصص توصلنا كلها إلى معنى واحد، أن الطفل هو نفسه في كل العالم. صحيح. والجميل بقصص الأطفال بغابة السعادة هو وجود الحيوانات. واليوم كان عنا بالخبر مع زميلتنا رويدة قد أهمية وجود ربما كلاب بحياتنا، وخاصة في ظل وجود أطفال. قطط. قطط، كلاب. أنا أعشق القطط على فكرة. يعني من خلال تجربتي الشخصية، القط يعطي طاقة إيجابية للإنسان مهما كنت غاضبة ومتوترة، فالقط يأتي ويعطيك لمسة حنان، ربما يسحب كل الطاقة السلبية، يغير لك، لأنه حتى الابتسامة، يعني أحيانا تكونين في مود مش منيح، ولكن تلتقين بصديقة تبتسم لك هذه الابتسامة الجميلة وصباح الخير وما إلى ذلك، فيتغير المود كله. صحيح. ما بعرف قد ايه مع ريتا منتجة البرنامج بعد عنا وقت، إذا بنقرأ نص تاني ولا خلص وقتنا؟ طيب خلص وقتنا. ما نشكرك الكاتبة فضيلة الفاروق على كل هذا الكم من المعلومات والروايات الجميلة دائما. إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله بانتظارك.